مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من ملفات. الملف الرئيسي معانا النهارده والفقره الرئيسيه هيكون موجود معانا المطرب الشعبي اسماعيل الليثي، هنتكلم عنه عن ملفاته ونعرف ايه الجديد عنه، ده في الملف الرئيسي. ولكن الاول هناخد اهم الملفات اللي كانت موجوده من النهارده من امبارح للنهارده وهي على مدار الاسبوع اللي فات. طيب لو اتكلمنا عن اليوم العالمي للمراه، حوالي 3 مليون اسره في مصر بتصرف عليها واحدة ست. عندنا في مصر حاليا مبادرات كتير لدعم وتمكين المرأة، مبادرات رئاسية وحكومية وحتى المجتمع المدني والقطاع الخاص عاملين مبادرات، بس طريق المرأة في مصر لسه طويل عشان تاخد حقوقها كاملة وتوصل للي هي فعلا بتستحقه. عندنا استراتيجية تمكين المرأة 2030 ومبادرة رئاسية للحفاظ على صحة المرأة المصرية، ومبادرة الألف يوم لرعاية صحة الطفل ووالدته بعد الولادة، وفي خطة لزيادة الحقوق السياسية للمرأة وده ضمن استراتيجية التمكين بحيث أن ممكن توصل مشاركة المرأة في الانتخابات وفي الحياة السياسية ل 50% في سنة 2030. المرأة في مصر بتحاول تحقق أهدافها بس لسه عندها أهداف تانية كتير وحقوق عايزة توصل لها. طيب معانا على الهاتف الدكتور نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، نتكلم عنها أكتر عن اليوم العالمي للمرأة وعن المكتسبات اللي حققتها المرأة على مدار العشر سنين اللي فاتوا وإيه اللي هي لسه محتاجاه. معانا الدكتورة نسرين، مساء الخير يا دكتور. أهلا مساء النور. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وكل ست في مصر وفي الوطن العربي كلها طيبة. يا رب كلهم يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب لو اتكلمنا على مدار العشر سنين اللي فاتوا ايه المكتسبات اللي حققتها المرأة المصرية؟ طبعا يعني من خلال المبادرات اللي حضرتك ذكرتيها ان احنا من سنة 2017 حضرتك عارفة انه هو كان يعني عام المرأة المصرية واللي تم اعلان فيه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. أيوة. وهذه الاستراتيجية الحقيقة يعني شملت أربع محاور رئيسة: تمكين اجتماعي، تمكين اقتصادي، تمكين سياسي ووصول إلى المناصب القيادية، وأيضا الحماية. كل المحاور دي اتعملت عليها سياسات تمكينية تدخلية لتمكين المرأة، وعايزة أقولك إن هذه الاستراتيجية اللي تم تصميمها بناء على آراء المرأة في القرى وفي صعيد مصر ومن خلال بحوث ميدانية شملت آراء كل النساء للتعرف على قضاياهم وعلى مشكلاتهم. فمسألة إن إحنا بنخطط لاستراتيجية لم تكن من أعلى إلى أسفل ولكنها جاءت من خلال الآراء المختلفة لجميع الشرائح الخاصة بالمرأة المصرية واللي على أساسها تم زي ما حضرتك كده بتقولي تصميم مبادرات، وجود تشريعات منصفة للمرأة في مجالات محددة، دخول المرأة في مجالات كانت محرومة منها على مدى 8 عقود ومنها النيابة العامة، تقلد المرأة مناصب قيادية وأيضا بعض المواقع التي لم تكن يعني تحظى بها من قبل كمنصب المحافظ، منصب مستشارة الرئيس الأمن القومي. كل هذه المكتسبات، أيضا بعض التشريعات التي تحمي المرأة في حراستها داخل المجتمع وخارجه وفي أماكن العمل، وفي أيضا زي ما حضرتك عارفة دلوقتي بيثار من خلال لجنة وضعية المرأة رقم 67 حمايتها في المجال السبراني والتشريعات المختلفة التي تحميها من العنف. طيب ده اللي حققته المرأة على مدار السنوات اللي فاتت، ايه اللي هي لسه محتاجاه؟ والله احنا محتاجين بقى ان المجتمع يعضد ويدعم المرأة. بمعنى؟ لان بمعنى ان حضرتك بتلاقي ان هناك العديد من التشريعات التي تحمي المرأة ولكن هناك بعض الممارسات المجتمعية التي تكون ضد هذه التشريعات. زي ايه؟ وليكن على سبيل المثال مثلا ما زال يعني على الرغم من صدور التشريع الذي يجرم الحرمان من الميراث بصفة عامة، ما زالت هناك بعض الممارسات التي تحرم المرأة من ميراثها. ما زال هناك أيضا تمارس يعني عادة الختان
ضد الفتيات. ما زال هناك أن المرأة تنظر لنفسها أيضا ربما نظرة متدنية وتعيد إنتاج نفسها مرة أخرى في بناتها. أن ما زال بعض الممارسات ضد المرأة من خلال العنف السبراني ومن خلال العنف على الإنترنت وتشويه صورتها، حقيقة هذه كلها ممارسات مجتمعية تحد من حركة المرأة. طيب دكتور نسرين، لو جينا اتكلمنا او فتحنا ملف قوانين الاحوال الشخصيه، بما ان احنا عندنا نسبه الطلاق مش يعني نسبه طلاق كبيره جدا، طبعا بيحصل مشاكل على النفقه وعلى الرؤيه وعلى الاستضافه وعلى المشاكل اللي ما بتخلصش في محاكم الاسره، يعني المفروض امتى يطلع القانون الجديد؟ امتى؟ بصي حضرتك انا لست بقانوني، ولكن خليني ايه رايك في الملف ده؟ لا معلش دقيقه واحده بس، احنا لازم نتكلم في اطار تصحيح بعض المعلومات. نسبه الطلاق ليست كبيره في مصر، ولكن بيتم الترويج لهذا لانه يتم قراءه النسبه قراءه خاطئه، ويتم يعني تنسيب الرقم لعدد المتزوجين في نفس العام. ولكن الطلاق لابد وان يتم تنسيب النسبه للعدد الكلي للمتزوجين، لان مش اللي بيتجوزوا النهارده هم اللي بيصبحوا يتطلقوا بكره. المسائل الاخرى ان مش كل حاجه هينظمها القانون. هي المساله ايضا كيف نتفهم موضوع الحياه الزوجيه، وكيف نؤهل المقبلين على الزواج لمفهوم الزواج ومفهوم بناء الاسره. لان فكره ان انا كل حاجة هعملها بتشريع لن تنتظم الأمور. التشريع والقانون ينظم العلاقات في حالة الخلاف. يعني لو احنا بنتكلم في اليوم العالمي للمرأة وبنتكلم عن حقوق المرأة، لو جبنا مثال مثلا، لو راجل ما بيدفعش نفقة مراته، ده تقويم المجتمع هيقنعه ازاي؟ مش لازم قانون يلزمه في ان هو يدفع نفقة مراته واولاده؟ طبعا في اجراءات قانونية بيتم اتخاذها، وفي مؤسسات بتقوم بهذا في هذا الاطار، ولكن المسألة ان انت ازاي نربي ولادنا على احترام الحياة الزوجية منذ البداية حتى لا يحدث هذا الخلاف. طيب ما دول ولادنا طبعا، اكيد احنا بنحاول دلوقتي نربيهم على كده، وده اللي احنا بنحاول اعلاميا ان احنا نوعي الـ 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 الامهات والاباء ازاي يربوا اولادهم. ولكن لو احنا يعني خلينا يعني نامل ان شاء الله ان ملف قوانين الاحوال الشخصيه ان هو يكون موجود بسرعه لخدمه الامهات ان شاء الله يكون منصفا للجميع يا رب ان شاء الله، ده اللي احنا بنامله. دكتوره نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمراه، بنشكرك جدا، ونتمنى انه في خلال هذا العام قبل ما يجي يوم عالمي جديد للمرأة ان هي تكون بالفعل خدت كل حقوقها، لانه زي ما احنا عارفين طبعا قوانين الاحوال الشخصية محتاجة ان هي تتعدل، وده حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي الستات بجد مستنياها ومستنية القوانين دي بسرعة، ومستنية ان هي تكون منصفة. على فكرة تكون منصفة للطفل قبل اي شيء، تكون منصفة للطفل، وتكون منصفة للأم، وتكون منصفة للأب، للجميع. فده طبعا يعني نأمل ان هو السنة دي ان شاء الله تكون الطفل اولا اخذ حقه وبعدين اكيد الأم. طيب ده كان ملف. الملف الثاني ملف يخص قناة السويس. اخيرا قناة السويس خدت تعويض من الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفن اللي جنحت فيه القناة السنة اللي فاتت، والتعويض عبارة عن قاطرة ب 7.4 مليون دولار، وده بعد ما تم إثبات أن الجنوح كان غلطة من السفينة نفسها مش مشكلة في قاع القناة. قناة السويس هتاخد كمان تعويض مالي غير القاطرة اللي بتقدر تشد 75 طن في كمان قيمة مالية بتاخدها. في على فكرة خبر كمان نزل امبارح انه في سفينة جنحت امبارح في قناة السويس، او من يومين جنحت في قناة السويس، ولكن طبعا احنا بسبب الخبرة اللي بقت عندنا وان احنا حلينا المشكلة دي قبل كده وكانت مشكلة اكبر كمان، فقدروا ان هم يحلوا المشكلة بسرعة. فطبعا احنا عايزين نطمن على قناة السويس، لان كمان ايرادات قناة السويس زادت بشكل كبير على مدار الشهرين اللي فاتوا، زادت تقريبا 400 مليون جنيه في يناير وفبراير عن السنة اللي فاتت. طيب احنا معانا دلوقتي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا يا سيادة الفريق، اهلا بيك.
طيب دلوقتي لو احنا اتكلمنا عن قناة السويس واتكلمنا عن انه التعويض اللي خدته قناة السويس بسبب سفينة ايفر جيفن، حابب تقول عنه ايه؟ احنا خدنا التعويض خلاص المالي قبل السفينة ما تغادر من قناة السويس بعد ما انقذناها. فالمركب ما غادرتش الا ما خدنا التعويض اللي هو اللي احنا كنا اتفقنا عليه معاهم بالمفاوضات. كان علاوه على التعويض ده كانت الهديه كمان اللي هي القطره اللي هي اللي احنا دشناها امبارح في سنة بورسعيد. يعني بس هي القطره امبارح فعشان كده خدت سنه، لكن التعويض احنا خدناه، المركب ما مشيتش الا ما خدنا التعويض اللي كان متفق عليه في المفاوضات. فاحنا خدنا التعويض المالي خلاص خلص، ودي كانت اخر حاجه اللي هي الهديه اللي هم كانوا مدينا. احنا بنشكرهم طبعا على الهديه دي، لكن مش تعويض، مش هو القطره، لا احنا خدنا التعويض المادي اللي كان بيكفي بحق قناه السويس في كل الاصحاحات اللي اتعملت والايام اللي ست ايام اللي كنا فقدناهم في العبور والخسائر اللي احنا خسرناها في الطاقات وكل الحاجات دي احنا خدنا الحمد لله التعويض بتاعها. فاحنا بس دي تكمله، يعني ان احنا خدنا بقى كمان المركب الهديه وصلت، فاحنا بنطمن يعني الناس ان احنا حقنا بنفضل ورا لغايه لما نجيبه يعني. طب ده كويس جدا. طيب من يومين في سفينة تانية برضو حصلها مشاكل، هل كان في نفس المنطقة ولا كان في منطقة مختلفة؟ لا، في نفس المنطقة اللي حصل الجنوح فيها الايفر جيفن ولا كانت منطقة مختلفة؟ اسماعيلية. ايفر جيفن كانت الكيلو 152 في السويس، دي كانت في كيلو 87 في الاسماعيلية، وبس هي مركب كبيرة برضو يعني تشابه المركب ايفر جيفن، يعني كانت الحمولة بتاعتها 168,000 طن وطول 400 متر برضو، الغطس بتاعها 500 متر ونص، فهي مركب كانت كبيره وكانت شحت كمان من مقدم مؤخر زي ايفر جيفن بالظبط. لكن الحمد لله طبعا فضل ربنا وخبرات الادارات عندنا والادارات الانقاذ وكل الطاقات اللي كانت مع المركب على طول، لان احنا دلوقتي الكونفوي احنا لما بيعبر بيبقى معاه اساسا اوريدي طاقات مصاحبه ليه، فدي على طول بتتدخل، وعلاوه على ان احنا بعتنا 4 قطارات ثانيين بعديها فلحقنا الموضوع. اتحلت المشكله في قد ايه بالظبط؟ تقريبا 3 ساعات، تقريبا 3 ساعات ونص، ده وقت على فكره مش كبير يعني. طبعا يعني هو الموضوع اتحل قبل ما الخبر ينتشر اصلا. الحمد لله. لا الحمد لله. طيب خبرات وخبرات في هيئه قناه السويس ان احنا نتعامل مع المواقف زي دي. طيب اتكلمنا عايزين نتكلم برضو عن الايرادات اللي زادت، ايرادات قناه السويس اللي زادت. الحمد لله، يعني احنا كنا السنه اللي فاتت كنا قافلين ان احنا 8 مليار دولار، احنا الشهرين بتوع يناير فبراير 1.5 مليار. مليون ونص مليار في الشهرين بس، بنسبه زياده حوالي 40% عن يناير وفبراير السنه اللي فاتت. يعني مظبوط، بنقارن بتوقيتات متماثله عشان دايما بتبقى تقريبا قريبه نفس الظروف بتاعت التجاره العالميه، بتاعت عدد الايام في الشهر، بتاعت الكلام ده، فبنقارن منها. فاحنا زايدين الحمد لله بحوالي 41% اللي هي 1.5 مليار دي يعني. وعدد السفن كان 4117 سفينه بزياده حوالي 18%، والحموله كانت بزياده حوالي 15%. الحمد لله احنا بنتقدم يوم عن يوم وشهر عن شهر، واحنا بنسعى لكده وبنقدم خدمات عشان نوصل للارقام اللي هي القياسيه اللي احنا دايما الحمد لله رب العالمين بنحطمها سنه عن سنه وشهر عن شهر. هستغل وجودك معايا وعايزه نتكلم عن المنطقه الاقتصاديه وايه اللي بيحصل فيها، وده هيكون مفيد قد ايه لمصر والقناه السويس. طيب خلينا نقول ان قناه المنطقه السوديه او الهيئه السوديه هي منفصله تماما عن قناه السويس، وليها رئيس هيئه وهم شغالين يعني، لكن هي الهيئه السوديه دلوقتي شغاله بشغل جدي، وفي مستثمرين بقى موجودين، في صناعات بقت موجوده على الارض ومصانع بقت موجوده على الارض. ان شاء الله دي لما تخلص المنطقه الصناعيه احنا يعني عايز اقول ان احنا المينا بالذات شارع بورسعيد مثلا، مينا السخنه يمكن شغاله بقى لها فتره وفيها حوالي 164 شركه، لكن مينا شارع بورسعيد لما ينتهي بقيه الشغل يعني فيها دلوقتي صناعه تجميع سيارات، بطاريات، بتروكيماويات، ادويه، كل الحاجات دي بقت موجوده دلوقتي. فلما يخلص بقى الموضوع ده هتبقى المينا دي احنا بنسميها مينا هب. هب يعني ايه؟ يعني هي مينا موجوده مفيش ديفيشن خالص بينها وبين اوروبا. تيجي الحاويات الكبيره، مراكب الحاويات الكبيره تقف في المينا دي وتنزل الكونتينرات اللي عليها على فيدر صغيره، تاخدها تروح للدول اللي هي محتاجه هذه الكونتينرات، لان المركب كده مش هتقعد تتحرك من كل مينا لمينا لمينا، ما ينفعش تتحرك كده، فلازم يبقى في مراكب اصغر تاخد الحاويات الخاصه بكل مدينه بس بكل بلد يعني. لكن تبقى واقفه فين بقى؟ تبقى واقفه في مينا كبير زي مينا شارع بورسعيد اللي غطس بتاعه 17 متر ونص دلوقتي، في خدمات كتير دي هتبقى ان شاء الله يعني فاتحه خير لمصر والقناه السويس. احنا في تعاون كبير جدا مع الهيئه الاقتصاديه، يعني احنا دلوقتي مثلا موضوع تمرين السفن احنا مع الهيئه الاقتصاديه ووزاره البترول خلاص في ترخيصين في بورسعيد، ترخيصين في السويس هيتم خلاص التنفيذ خلال الشهور القليله القادمه، يعني يبقى في عمليه تمويل للسفن، في خدمات كتير متؤدى بالتعاون مع الهيئه الاقتصاديه ان احنا
متكاملين مع بعض يعني. طيب لو جينا انا نفسي اعرف بتتعامل ازاي مع الاشاعات اللي بتطلع على قناه السويس. قناه السويس كيان كبير، يمكن من اهم الكيانات اللي موجوده في مصر، وبيطلع دايما عنها اشاعات سواء بقى عبر تواصل موقع التواصل الاجتماعي او غيره او غيره، اخبار وغيره وغيره من كل الدنيا. بتتعامل مع الاشاعات دي ازاي؟ بتستقبلها ازاي؟ شوف حضرتك، احنا لو احنا مش ناجحين مش هيبقى في اشاعات علينا. فدي اولا لما بتكتر اشاعات كده تعرف ان في حاجات بتتحقق كويس. احنا دلوقتي بنتعامل طبعا، يمكن مجلس الوزراء دلوقتي بنتعامل الاشاعات بنرد عليها على طول، واحنا ماشيين بنفس السياسه طبعا، ان في اشاعه بتطلع في نفس التو بنرد عليها فورا، فبنوقدها في توقيتها يعني في مكانها على طول. فعندنا طبعا احنا عندنا المركز الاعلامي، وعندنا المركز اللي موجود للموقع بتاع الهيئه موجود، فاحنا بنرد على طول فورا ان الاشاعه دي او ان الحدث ده او ان الخبر ده غير صحيح، زي ما قالوا مثلا قناه السويس هتتباع، زي ما قالوا الاصول بتاع قناه السويس هتتباع، حاجات من دي احنا ردينا على طول فورا. حتى في حاجات احتاجت ان انا اعمل مؤتمر صحفي يعني زي ما بوصل. تعاملت مع الاشاعه دي ازاي ان قناه السويس هتتباع؟ احنا يعني على طول فندنا الموضوع ورضينا عليه، وقلنا ان قناه السويس دي اساسا ملك للمصريين، وان الحق الدستوري بيكفل ان قناه السويس للمصريين، ما هياش يعني مش ملك قناه السويس او هيئه قناه السويس علشان احنا نتصرف فيها او ان احنا نبيعها او ناجرها او اي كان من دي. ولو على ان احنا مثلا فضلنا من 56 من ساعه ما تأمم قناه السويس الرئيس عبد الفتاح الجماعه بن ناصر أممها، ايوه، واحنا في حروب وفي استشهاد للابطال لينا علشان نثبت ان السياده على قناه السويس على مصر يعني على قناه السويس بعد ما طردنا او يعني ان احنا امننا قناه السويس. فمش ممكن بعد كل ده ان احنا بقى عندنا شهداء وعندنا حروب تمت وعندنا قناه تأممت وبتقدم نجاح عالي كل سنه وبتقدم دعم للاقتصاد المصري ان احنا نيجي نبيعها، مش ممكن يعني الكلام. فاحنا ربنا بكده يعني ان احنا فندنا الموضوع ده ونقول ان احنا توجهاتنا ايه، وان ما ينفعش الكلام ده، ونقول ده حق دستوري لقناه السويس ملك للمصريين، ما ينفعش ان احنا نتصرف فيها كقناه سويس يعني، ما ينفعش نتصرف فيها او في اصولها. طيب سياده الفريق في اسلوبين للتعامل مع الشائعات، اسلوب الرد واسلوب عدم الرد، بتفضل انهي اسلوب؟ اسلوب ان اسلوب الرد، افضل اسلوب الرد طبعا، لان ما فيش احنا حاجه نخبيها ولا حاجه نخاف منها، لانه ده بيعمل لخبطه عند الناس يعني. عدم الرد بيعمل لخبطه عند الناس وبيخلي فيه تساؤلات كتير. تمام، لما ما نردش يبقى الناس تعتقد ان الكلام اللي اتقال صح، لكن لما بنرد وبنفند الناس على طول بتتفاعل مع الردود بتاعتنا ومع قناه السويس، والناس اساسا المصريين عندهم حب لقناه السويس وبتجري في دماغهم طبعا من 153 سنه طبعا كانت قناه السويس والسوشيال 120,000 واحد. فده يعني موضوع يعني، وبعدين بعد كده الحروب اللي دخلناها واللي استشهدوا فيها في الحروب دي كلها، كل ده كان بيتم في سيناء وفي قناه السويس. فالناس عندها اي حب، ونفتكر كده لما بدانا نحفر قناه السويس الجديده وعملنا عمليه الشهادات، شوفي 64 مليار جنيه اتجمعوا في اسبوع او في 8 ايام بالظبط، المصريين نزلوا وساهموا واشتروا الشهادات دي يعني عشان نحفر قناه السويس الجديده، بايمانهم بان المشروع كقناه السويس هيبقى مشروع ناجح، بإيمانهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان حاجة مهمة جدا، كان يعني نعتبر ان دي كانت تزكية لسيادة الرئيس مرة أخرى ان احنا معاك، المشروع هينجح، أنت قائد وأنت مختار المشروع ده فإحنا معاك عشان كده. وطبعا كل الحاجات دي ان احنا بنتعامل معاها يعني بهذا الأسلوب يعني. أكيد طبعا، أكيد طبعا. يعني هستغل وجودك معايا وأقول لك حابب تقول أي حاجة للناس اللي بتشوفنا دلوقتي عن قناة السويس؟ طبعا بقول لهم نطمنهم على قناه السويس، ونطمنهم على ان الادارات اللي موجوده في قناه السويس والعمال والموظفين والمرشدين كلهم ناس وطنيين وبيحبوا البلد وبيحبوا قناه السويس ودافعوا عنها وعندهم انتماء ليها، وما بيسمعوش حتى بكلمه تتقال على قناه السويس. انا ساعات يعني بتجي لي حاجات من الموظفين والعمال على الواتس بتاع ان في الحق ده في كذا بيقولوا كذا عشان نرد يعني، الاقي كمان ان في تفاعل من الموجودين في الهيئه على الموضوعات دي، مش احنا بناخد من بره بس، لا ده الناس كمان بتبعت لي ان في كذا وكذا وكذا. فمطمنهم عليها، وان احنا حريصين ان احنا قناه السويس كل يوم تبقى في تقدم، حريصين ان احنا يزيد الايراد بتاع قناه السويس ونزيد الاسطول اللي قناه السويس كان من كركات او من قطرات، او نزيد من قدرات القناه نفسها، زي ما بيقول سياده الرئيس لازم نمتلك القدره ويكون عندنا احسن
وحدات للتعامل مع السفن بتاع قناة السويس. اكيد طبعا اكيد. انا بشكرك جدا وبقول لك كل سنه وحضرتك طيب، رمضان على الابواب. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بنشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيب. هنرجع نكمل باقي ملفاتنا مره تانية ولكن بعد الفاصل، استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في ملفات. الملف اللي موجود معايا دلوقتي ملف يخص القايمة، وفي خبر امبارح انتشر جدا على مواقع التواصل الاجتماعي عن أب كان بيجوز بنته امبارح في اسكندرية، والأب رفض يمضي عريس بنته على القايمة وكتب عليها من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. طبعا العريس اتفاجئ، ويعني موضوع القايمة ده أصله عندنا في مصر قصة كبيرة جدا وموضوع مهم جدا بالنسبة لأهل العروسة، يعني بيهتموا بوجود القايمة وإن القايمة لازم يتكتب فيها كل حاجة من أكبر حاجة لأصغر حاجة، عشان لو في يوم من الأيام الزوج سابها مشي ما صرفش ما عملش سابها وساب العيال، يبقى معاها ضمان ورقة هو ماضي عليها بكل الحاجة اللي موجودة في الشقة، فما يقدرش يرجع ياخدها منها مرة تانية. وبعد كده ابتدت الناس تستخدم القانون بأسلوب غلط، وابتدت ان هي تستخدم القايمة دي بأساليب غلط، وموضوع ما بقاش فرش، الموضوع بقى ان انا معايا ورقة هحبسك بيها، ان انا ممكن اخد الفرش ده في اي وقت اوديه في اي حتة وقول الفرش مش موجود وحضرتك ماضي عليه، فممكن جدا انك تتحبس. بس موضوع القايمة اصله موضوع جدلي. ليه؟ لانه يقول لك ايه، طب ما انا اضمن حق بنتي منين؟ طب ما هو لو سابها ومشي، ولا لو ما صرفش، ولا لو ما عملش، ما انا لازم يبقى معايا ورقه اقدر ان انا اضمن حقوق بنتي بيها، ومش بنتي بس، بنتي واولادها كمان. وخاصه ان في بعض الرجال فعلا ممكن ياخد الفرش، ممكن ياخد الشقه، ممكن يعمل اي حاجه، فدايما اهل العروسه بيحبوا ان هم يامنوا نفسهم، وده عرف موجود هنا عندنا في مصر. بس لو جيت للحق، لما تيجي تفكر فيها بالعقل، ما انا هديك بنتي، لو انا مش مأمن لك اديك بنتي، ما هأمنك على ايه؟ ما انا خلاص امنت لك واديتك بنتي بحالها كلها. فده يخلينا نفكر انه اكيد الاب ده عمل كده عشان هو واثق في الولد، واثق في جوز بنته. هو لو مش واثق فيه وعارفه كويس ومذاكره كويس قوي، اكيد يعني ممكن كان يفكر في حاجه زي كده. فلو الواحد عارف اللي قدامه كويس وعارف انه شخص محترم وهيتقي ربنا في بنته ومعدنه معدن طيب واهله معدنهم معدن طيب، يعني اعتقد القايمة هنا ما يكونش ليها لازمة. طيب احنا معانا دلوقتي العرسان كريم المنياوي، هو العريس وعروسته انجي. كريم معايا؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك يا فندم، مساء الخير. مبروك يا كريم. الله يبارك في عمرك يا فندم، ربنا يبارك في عمرك. انت لسه عريس طازة. انا لسه كاتب الكتاب فقط يا فندم. ايوه صح. يعني انت كتبت الكتاب، بقالك قد ايه كده كاتب الكتاب؟ 3/3/23. طب وبقالكوا قد ايه مع بعض؟ يعني بقالكوا قد ايه مخطوبين؟ من 22 يوليو 2021 يا فندم. وقبل كده كنتوا بتعرفوا بعض، يعني عارفها كويس؟ طبعا يا فندم طبعا. بتحبها جدا جدا؟ طب جداً بتحبها ليه يا كريم؟ طيب عشان هي بنت ناس وبنت اصل وشبعانه. وايه كمان؟ وهي تستاهل كل خير، وهي فعلا يعني هي تستاهل كل اللي الواحد بيعمله علشانها يعني. طيب قولي بقى، احكي لنا الموقف اللي حصل. انت كنت رايح على اساس ان انت هتكتب قايمه، ولا انتوا متفقين انه مفيش قايمه اصلا؟ لا 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 بالعكس خالص. لا كنت رايح، هي فين الورقه اللي مغلبه الناس، يلا نمضي عليها، عايزين ايه؟ لقيته بيقول لي لا ده انت ابني الكبير، انت ابني الكبير، حط البنت في عينيك بس كده. قلت له ربنا يبارك في عمرك يا رب وانت والدي. وفعلا يعني انتوا كنتوا متفقين على القايمه وكنتوا متفقين على بنودها. بصي، واحنا الموضوع ده يعني انا بعتبره موضوع متدني، فما بلجألوش في الحوار، فاهماني؟ يعني مؤخر قايمه كل دي بعتبرها شكليات، لو دي اللي هتبوظ الجوازه مفيش مشكله، يلا بينا نعملها يعني. ما القايمه دي ممكن تحبسك في يوم من الايام. يا فندم خليني اقول لك على حاجه. ما فكرتش فيها كده؟ لا لا خالص والله بالعكس. اقول لك على حاجه، دي كلها احنا دلوقتي انا وهي بس، بكره ان شاء الله هيبقى في اولاد، فهي الحاجه ولا بتاعتي ولا بتاعتها، هتبقى بتاعت الاولاد. صح كده ولا ايه؟ اكيد، يا ريت الناس كلها بتفكر زيك كده.
وبعدين يعني خليني اقول لك على حاجه، هي الحاجات دي والله العظيم حاجات شكليه، يعني اللي ما بيني وبين انجي كبير جدا، وخلي بالك المواقف اللي ما بيني وما بينها من اول قري الفاتحه للخطوبه لكتب الكتاب كانت بينت قد ايه المعدن، فاهماني؟ ايه المعدن شفته في ايه بقى؟ لا معدن انا يعني، يعني بينت معدن انا اللي خلت معدنك بان ايه طيب؟ طب بان ايه معدنك؟ ده انا لو قلت هتبقى هي بقى اللي تقول، اكيد راجل جدا يعني. بص خلينا معاك انجي تقول لك. هات انجي. اهلا اهلا بحضرتك، مبروك يا انجي. الله يبارك في حضرتك، ربنا يتمم لك بخير، ربنا يخليك وتعيشوا حياه سعيده مع بعض، وطلعتوا ترند على السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليكم. بصراحه يعني ما كانش في دماغنا القصه دي اصلا، يعني يا ناس بتقول ازاي يعني، يعني الموضوع القايمه ده مهم عند ناس كتير قوي، فالحقيقه ان ايه ان والدك كان سبب في ان انتوا تطلعوا ترند كبير يعني. بصراحه يعني احنا ما كانش في دماغنا الترند ده اصلا يعني. كنتي عارفه ان باباكي هيعمل كده ولا ما كنتيش عارفه؟ لا ما كنتش عارفه اصلا ان القصه دي، احنا عرفنا قبلها بيوم انا وهو، يعني كنا جايين من بره جايبين الحاجه ووصلني عشان طبعا بالليل، فلقيتنا بقى البابا بيقول انا عايز اقول لك على حاجه ولقينا الورقه دي. وكاتب له بقى عليها الكلمتين اللي هو اللي انا هستأمنك على عرض بنتي، فاكيد الموضوع الفلوس ده ملوش لازمه. والدتك كانت موافقه على الخطوه دي ولا لا؟ طبعا جدا، والدتي قالت لي اصلا يعني احنا بنشتري راجل، هو راجل وابن ناس جدا، وهو عمل حاجات كتير قوي قبل القصه دي خالص، يعني هو عمل حاجات كتير جدا يعني اللي وصله لكده، هو اكيد عمل حاجات كتير الناس مش عارفه. عمل ايه بقى؟ هو بدايتها بقى ان انا كنت اصلا تعرفت ازاي، كنت في كليه الشرطه، بقدم كليه الشرطه وعايز اقدم كليه الشرطه، وكنتش عارفه حد يساعدني الخطوات، عارف الخطوات الاجراءات يعني. هو يعني شويه بيحب الثقافه يعني. صوتك بيقطع يا انجي. انجي لسه معايا؟ معانا يا جماعه انجي؟ طب حاولوا تكلموها مره تانية عشان انا عايزه اعرف كريم عمل ايه معاها يخلى والدها يعني ياخد موقف زي ده، وده اللي انا كنت لسه بقوله من شويه. هو لو ابو البنت شاف في الـ في الـ في الـ الزوج اللي جاي او اللي هيبقى جوز بنته، شاف ان هو شخص كويس وراجل ومحترم وهيصون بنته ومش هيرمي عيالها، ولا هيبقى عايز قايمه عشان يعمل بيها ايه، ما كده في الاخر هتبقى ورقه هتتحط ومش هنلجأ لها في يوم من الايام. على فكره حتى لو حصل انفصال، يعني احنا دايما بنقول انا ما بشوف نماذج قليله جدا قدامي الصراحه، مش كتير النماذج الطلاق اللي بتحصل، والاقي ان الراجل ملتزم في مصاريف اولاده، ملتزم بان هو يشوفهم طول الوقت ويحافظ على العلاقه الطيبه دي، وبيحاول على قد ما يقدر ان العلاقه تبقى طيبه بينه وبين طليقته. انا النماذج دي بشوفها قليل جدا جدا، بشوفها موجوده بس قليله قوي. الراجل اللي حريص ان هو يصرف على اولاده، واللي حريص ان اولاده يبقوا في مدارس كويسه ودروسهم تمام، تمارينهم تمام، علاجهم تمام، يعني انا بحس ان كتير عندنا الثقافه دي، الراجل لما بيطلق مراته بيطلق العيال معاها. لكن لو في راجل كويس ليه لا؟ طيب انجي رجعتي مره تانية؟ اهلا معاكي. طب قولي لي يا انجي بقى، باباكي شاف ايه في كريم حس ان هو راجل ملتزم محترم هيحافظ عليكي؟ بصراحة هو يعني شاف فيه كل حاجة بصراحة، يعني هو زي ما قلت لك هو عمل حاجات كتير كريم خليه بابا ياخد الخطوة دي. كريم شخص كويس، شخص كويس، راجل ابن ناس، يعني من ناس قليلة دلوقتي تلاقي الناس زي دي او شاب زي ده كده بيتقي الله. يعني احكي لي على موقف عمله معاكي كريم حسيتي فيه ان هو راجل كويس؟ لا هو الموقف يعني هو تملي في ظهرك، يعني اي حاجه انا بيأس فيها هو على طول بيديني دفع للامام، ويعني يخليني ادفع للامام على طول. بيشجعك في شغلك؟ طبعا، يعني هو بدا في حاليا هو معايا في بحث ماجستير معايا، وعلى طول بيدفعني للامام، وعلى طول شايف نجاحي من نجاح، وعلى طول اما اي حاجه بتفيدني على طول بيقول لي عليها يعني، ويقول لي لازم تاخديها ولازم تدخلي ولازم تعملي ولازم ولازم ولازم، على طول شايف نجاحي هو نجاح، ما عمره ما غير من نجاحي يعني. يعني مبروك يا انجي، وهطلب منك طلب بقى، يعني اتفضل. خافوا على نفسكم بقى من الايه، من يعني انا عارفه في ناس ما بتامنش بموضوع العين والحسد ده، بس انا بامن بيه. فوانتوا كلنا بنامن بيه، وانتوا قصتكم انتشرت قوي قوي، يعني الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده،
فبقى قولوا أدعية كتير واهدوا بقى، هدوا الموضوع عشان ايه يعني، ربنا يحفظكم ان شاء الله. ربنا يخليكي، ربنا يبارك في عمرك يا رب يا فندم. بشكركم جدا كريم وانجي، يعني بنتمنى لكم حياة سعيدة وتفضلوا دايما كده كويسين مع بعض، وايه وربنا يكتب لكم الخير ان شاء الله. دي كانت قصة وده كان ملف، والله ملف لذيذ يعني، حلو حلو ان في لسه ناس كده، وحلو ان في لسه ناس بتفكر بالطريقه دي وكويسه مع بعض، ومحدش بيفكر هياخد ايه من التاني او هيطلع كسبان ازاي، يعني هما كسبوا بعض في النهايه، واتمنى لهم كده على طول الحقيقه. طيب ده كان ملف. الملف اللي بعده عن هدى الصنباطي. هدى الصنباطي اسمه مهم جدا في الغناء الشعبي في مصر، اكيد كتير مننا سمع صوتها حتى لو انت مش متاكد من اسم الشخص او الشخصيه اللي بتغني، بس انت سمعت صوتها قبل كده. هدى الصنباطي هي الصوت النسائي اللي سمعتوه في اغنيه احمد مكي الجديده اللي هي كان ولعانه، اسمها ولعانه، بتغني على فكره للي ما يعرفش بقالها 55 سنه. ناس كتير سألت عن صاحبة الصوت اللي غنى مع أحمد مكي من كتر ما الصوت فعلا عجبهم، وافتكروه صوت الفنانة أصالة، ناس كتير افتكرتها الفنانة أصالة. وفي نقطة مهمة هنا، إن المغنيات الشعبيات ومنهم الست هدى اللي احنا هنسمع صوتها النهاردة وهتنورنا، هما بيحافظوا على التراث بتاعنا، التراث الشعبي، الغنى بقى اللي فيه المواويل في الموالد وفي الأفراح، ده تراثنا، دي الحاجات اللي احنا اتربينا عليها ولسه محافظة على الشكل الجلاليب الفلاحي وكذا وكذا. فأنا دلوقتي على التليفون معايا الفنانة هدى الصنباطي. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. أهلا بيكي. كل سنة وانت طيبة. وبصوتك الحلو اللي الناس كلها انبهرت بيه. الله يخليكي، مرسي على ذوقي. مبروك على نجاح الأغنية. حبيبتي ربنا يخليكي، مرسي على ذوقي. عارفة ساعات كده بحس إيه؟ الواحد يفضل يشتغل 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 وما يعرفش امتى الدنيا هتفتح معاه قوي او ربنا هيوفقه قوي. طبعا حضرتك نجمه مشهوره واحنا عارفينك، وانا من الناس اللي عارفاكي كويس، بس في ناس كتير ممكن تكون سمعت مواويلك وما يربطوش الاسم، اعتقد بعد الاغنيه دي خلاص. حبيبتي ربنا يخليكي ومرسي لذوقك. طيب قولي لي بقى، حسيتي بايه لما الاغنيه نزلت؟ كان ايه انطباع الناس؟ الناس قالت لك ايه؟ والله انا كنت عامله اغنيه على نقيه زمان كان مع الاستاذ احمد مكي برضو من فتره كده، يمكن عايزه اقول لك هي خدت وقت وخدت شغل، وكانت فكره عن البيت الاصلي لمصر، البيت الاصاله، بيتكلموا عن ان ولاد الحاره زمان كانوا مثلا لو بنت الحاره فيها مشكله في الحته وحد بيعكسها ولا بتاع، كان ممكن في حد يزعق على سنها ويزعل على سنها، ازاي الموضوع ده النهارده ما بيحصلش. ايوه عاملينها كفكره يعني علشان نرجع الـ الاصاله المصريه في كل بيت. ايوه ان المفروض ده يحصل من بنت الحته وبنت البلد، والمفروض ان يبقى في خوف على بنت حتته ويحترم ان هي جارته وحاجات كده يعني. عملنا الفكره دي وقعدنا فيها من بروفا حوالي بتاع 6 شهور، وربنا كرمنا وهو الموضوع نجح الحمد لله. بس جينا عملنا فكره ثانيه المره دي عن الاغنيه الراب اللي انت حضرتك سامعاها دلوقتي. جميله، حلوه قوي يعني، وعجبت الناس كلها حقيقي. عجبت الناس وعملت ترند فوق 500,000 مشاهد، ولسه كمان بتجمع تاني. بس هو فنان جميل وعنده افكار متعدده. احمد مكي. خمسة مليون ده على صفحته هو، على صفحة الأستاذ أحمد مكي. أيوة. لكن إن شاء الله يعني أكيد لسه ربنا هيجيب الخير، لسه متعرضتش، ولما تتعرض وتشتغل أكيد هيبقى الموضوع أحسن من كده. وهو راجل فنان عامة عنده كل تعدد من الأفكار، بحيث إن هو بيعرض أكتر من فكرة في كل عمل، وبنوصل للنجاح في الآخر، بنجتهد وفي الآخر اللي ليه نصيب بقى بنشوفه. احنا بنغني بقالنا كتير. ايوه ما خدناش حقنا من الحياء قوي، ولا أيوة. بنقول ربنا يكرمك. بقالك قد ايه بتغني؟ انا بقالي 55 سنه. عمر. انا النهارده عندي 60 سنه يا حبيبه قلبي، ربنا يديك الصحه وطولة العمر على طول. طبعا ما انكرش انا بغني وانا عندي 5 سنين. ما شاء الله، بتحبي الغنى قوي. رب العالمين. بتحبي الغنى قوي. بتغني فين دلوقتي؟ بتغني فين؟ انا في مسرح البالون، كنت بدرب بنات للغنى،
اعلمهم الغنى بتاعي علشان يطلعوا اطلع الاقي حد وريث ليا كده. لكن بجيبهم لسه عندهمش الموهبه، بس بنجيب ناس ما يعني ما هياش شغلتها، وبنحاول ان احنا نعملها، بنحاول ان احنا نعملها بحيث ان هي تبقى حاجه ونطلع منها حاجه. ولكن طبعا ما بتبقاش زي اللي عندها خبره وعندها طبعا طبعا حسين. بس لسه بتنزلي افراح وكده؟ بنزل بشتغل وتمام. طب انا عايزه اسالك سؤال، زمان كان في بقى مواويل مشهوره جدا في الافراح، ومواويل موجوده لحد دلوقتي. ايوه، كان ايه بقى اللي زمان مشهور قوي؟ كل المواويل كان للافراح، مواويل افراح كان في زمان كام موال كده، دول بتوع الافراح، مش عارفه اعملي له وسوي له ومش الحاجات دي، كان ايه اللي مشهور قوي؟ موال على الفرح يعني تقصدي؟ كان في مواويل للعرسان، لما كنا بنعمل فرح لعريس وعروسه نعمل لهم موال على الفرح ونعمل لهم اغنيه. لعلمك الموضوع ده، لا انا مش عارفه احنا هنا ليه ما بنستخدمش الموضوع ده، ما ان احنا يعني اعتقد هيبقى لذيذ جدا في مود اي فرح، حتى لو فرح مودرن هنا وجديد، لو تعال في موال من الحاجات القديمه اللي كانت بتتقال دي على الافراح هتبقى لذيذه جدا. احنا ما لقيناش بقى حد ايه يطور الموضوع ده ويتكلم فيه علشان يبقى فيه وراثه ويبقى يتمادى، انما احنا ما لقيناش، لقينا كل ده وسبه للي طالعين الفن الهابط اللي احنا بقينا نسمعه، ودلوقتي الموضوع ما بقاش واخد حقه زي زمان، بدليل ان ناس زمان غير ناس دلوقتي. النهارده يعني زمان كانت ام كلثوم تقعد تغني لك في الحفله كده، تاخد لها 4 ساعات تبقى قاعده كده بقى. ايوه قاعدين وما كان، لا دلوقتي هيغمى عليه بعد من اول وصله واللي يعني يعمل اغنيه كده ويجري. دلوقتي كله شغال بالفلاشايه، شغل الفلاشايه وخلاص وعلى الفلاشه ويلا ويحرك بقه وبيتعب قوي بيتعب وياخد فلوس كتير جدا كمان اهو، وبياخد فلوس كتير. احنا زمان ما كناش بناخد فلوس وبندي فهم. ايوه فشوفي بقى، احنا بقى عايزين نعمل حاجه كده، احنا عايزين نطور اللي فات كده ونتكلم ويبقى البركه فيكم انتوا. يلا تعالي لي الاستوديو مره ونقول مواويل مع بعض. نقول مواويل ما نقولش ليه، بس انا نفسي تفكريني بموال واحد بس من اللي هما كانوا كان في كام موال كده زمان بتوع الافراح دول يعني مشهورين جدا. يعني عايزه موال للفرح يعني؟ اللي هو كان فيه اعملي له مش عارفه ايه، كان حاجه كده مش فاكراها بالظبط، بس هي كانت لذيذه يعني. انا شخصيا ما جميله. انت جميله حبيبتي، انت اجمل. قولي لي كده اغنيه موال لفرح كده من اللي احنا متعودين عليهم بتوع زمان. ماشي. بقول ليلة سعيدة عليكم وتم الهنا الليلة، ايدي نشموا الفرح ومين زينا الليلة، ايدي نشموا الفرح، ايدي نشموا الفرح ومين زينا، من زينا، من زينا الليلة، فرح العريس والعروسة يا فرحة العيلة. ادي موال على الفرحة. جميل جميل، صوتك جميل ما شاء الله عليكي، ويعني عايزة اقول لك ايه، فعلا انت اثبات حقيقي وحي، لانه في مثل اجنبي كده يقول لك ايه، اتس نيفر تو ليت، يعني عمر ما الوقت بيتاخر ان انت تحققي اللي بتحلمي بيه ولا اللي نفسك فيه مهما كان عمرك قد ايه. يعني دايما اللبنانيين يقول لك ايه، العمر ده سن في البطاقه، انا ماليش دعوه بيه. لا هم عايشين لحظتها كمان. فبجد فكرتيني بالمثلين دول، يعني انك بتحققي النجاح ومصممه على حلمك وما بتيأسيش. فانا بشكرك جدا، وهستناكي في الاستوديو قريب نقول مواويل مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وعايزه بس يلا انوي. لا انا ناويه، يلا يلا ونقول مواويل ونفتكر المواويل بتاعت زمان والكلام اللي بيتقال في الافراح وفي ليالي الملاح، ده حاجات جميله الحاجات دي. طبعا طبعا طبعا. بقول لك كان زمان بيدفعوا فلوس كده للمطربه بالفرقه بتاعتها ويجيبوها بتعمل شغل. ده حضرتك فوق راسنا والله. وبعدين خلاص بعد الاغنيه دي بقى، خلاص بقى هيكلموكي بعد كده هتقولي لا، طب يعني ما تقلقيش من القصه دي خالص.
حبيبتي حبيبتي فرصة سعيدة. أنا أسعد الفنانة هدى الصنباطي، فرحانين لك وفرحانين لنجاحك ولنجاح الأغنية مع أحمد مكي. هي فعلا أغنية جميلة ومتميزة، وصوتك فيها كمان جميل ومتميز جدا. طيب ده كان ملف جميل الصراحة، يا ريت كل الملفات تبقى لذيذة وجميلة كده. طيب الملف اللي جاي دلوقتي بيتكلم عن البيض. طبعا احنا عارفين انه البيض غالي جدا الفترة اللي فاتت، ففي بعض المواقع على التواصل الاجتماعي نزلت صور لنوع من البيض، بيض بودرة زي لبن البودرة كده بالظبط، تمام؟ وقال الدكتور احمد حسين عبد المجيد استاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الانتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية ان ده نوع من البيض اساسا موجود من زمان يا جماعة والله، وهو عامل زي اللبن البودرة كده وبيستخدموه في صناعة الحلويات والكيك وكذا وكذا. ففي ناس ابتدت دخلت على تفتي وتقول لا ده البيض ده احنا ممكن نستخدمه ويبقى بديل للبيض. طبعا ده كلام يعني مش صح ومش مظبوط، وياريت الناس قبل ما تنزل اي خبر او تقول اي حاجة تتأكد من الاخبار بس الاول عشان الناس بتصدق، وخاصة انه بيقولك انه ايه سعر البيضة منه بسعر 4 بيضات من البيض اللي هو بتاع الفراخ اللي احنا متعودين عليه. يعني كلام مش منطقي يعني، ولو الناس بس تفكر شوية وتحسبها معايا. مين يا جماعة التليفون؟ دكتور علاء الطحان، اتفضل يا فندم. مساء الخير. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. طيب حضرتك اكيد سمعت الكلام اللي نزل عن البيض قولي. انا فعلا سمعت هذا الكلام وتواصلت مع الدكتور احمد حسين استاذ تغذيه الدواجن المتفرغ بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، وللاسف اللي نشر الخبر عاري تماما من الصحه. يعني هو كان الكلام على حاجه تانية خالص، والدكتور احمد اكد لي ان الكلام يعني اتاخد بعض الاجزاء منه انما الكلام غير صحيح. وانا هقول نبذه بسيطه عن موضوع البيض المجفف او بودره البيض. بودره البيض دي احنا فعلا بنستوردها، بتستورد لاغراض صناعيه لعمل الحلويات والبسكوتات فقط. زي الباكنج، زي اللي هو الفانيليا واللبن البودره ومش عارف ايه يعني كده. وهي سعرها 4 أضعاف البيض بتاعنا. لا ده هم منزلين بقى ان سعرها ارخص من البيض الطبيعي. لا ده هي 4 أضعاف مش العكس. ايوه ما انا بقول لحضرتك فعلا اللي قال الكلام ما قالوش مظبوط. دي نقطه. احنا عندنا في مصر فعلا فيه بقى بيض مبستر. البيض مبستر ده احنا بنصدره. يعني احنا عندنا بعض الشركات المتميزه جدا في صناعه البيض المبستر، واحنا اللي بنصدره للخارج، انما ما فيش اي حاجه من ده خالص. الكلام عاري تماما من الصح. احنا بنصدر البيض المبستر مش ده بكميات بسيطه، مش كميه ده. يعني احنا الاول احتياجات السوق اهم، يعني احتياجات طبعًا السوق بتاعنا طبعًا السوق المصري طبعًا دي اهم. انما طبعًا لما كان في فائض في البيض، لما كان في، انما في الوقت الحالي ما فيش تصدير ولا حاجه. انما كان لكن البيض اللي هو اللي بنستخدمه اللي هو البودره ده اللي بنستخدمه في الحلويات هو ما فيهوش قيمه غذائيه. هل في قيمه غذائيه؟ هو قيمته الغذائيه عاليه، بس هو احنا ما ده بيخش في صناعه الحلويات لاغراض غذائيه فقط. انما وحتى كمان انا نفسي اعرف مين بيقعد يطلع الكلام ده بجد. لا انا لا، والناس بتقعد يعني تشير وتكتب وكان الموضوع يعني حقيقي. طب لو يعني انا حتى كمان يا فندم الدكتور احمد حسين نفى هذا الكلام تماما. ايوه لان احنا فعلا احنا يعني عندنا يعني ده بيستورد لحالات خاصه جدا، مش لل يعني لصناعات معينه. والله احنا بنعمل حلويات وبنستخدم البيض العادي يعني، مش انا اول مره اسمع عن البيض الفترة ده الحقيقي يعني. لا هو موجود بس ده غالي جدا، اسعاره غاليه جدا 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 يعني. حتى كمان استيراده قل دلوقتي في الفتره دي، يعني حتى كمان الكميات الاستيراد اللي مستورده منه في الوقت الحالي قليله جدا. واحنا طبعا اهم حاجه عندنا السوق المصري في احتياج جدا للبيض بتاعنا. طبعا. انا هستغل وجودك معايا واسالك على اللبن البودره. اتفضل. هل اللبن البودره فيه نفس القيمه الغذائيه للبن العادي ولا لا؟ لا دي ما فيهاش اي مشكله خالص، هو نفس القيمه الغذائيه. نفس القيمه الغذائيه بتاعت اللبن العادي. بس طبعا اللبن البودره برضو غالي. يعني احنا حتى كمان لما بيجي لبن بودره مستورد من الخارج
ده بيجي برضو لاغراض برضو مش 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 اغراض عامه للناس كلها. وان احنا عندنا اللبن، احنا عندنا وفره في اللبن الطبيعي دلوقتي، يعني احنا ما عندناش مشكله في اللبن الطبيعي. سؤال يعني برضو، سؤال برضو ساعات سؤال برضو ساعات بفكر فيه كتير، هل اللبن اللي في العلب احسن افضل ولا اللبن اللي من عند اللبان؟ يعني اللبن اللي من عند اللبان دايما بتلاقي طعمه احلى وبيطلع قشطه، يعني مين افضل، مين افضل كقيمه غذائيه؟ لا هو انت عارفه حضرتك الذوق المصري عموما بيميل للبن الطبيعي. هو فعلا اللبن الطبيعي احسن طبعا، يعني المذاق بتاع اللبن الطبيعي اعلى بكتير جدا. يعني القيمه الغذائيه بتاعته اعلى من اللبن المبستر؟ لا بص حضرتك مش اعلى، مش اعلى، مش اعلى واقل، القيمة الغذائية واحدة، احنا بنتكلم على الطعم وال 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 والذوق المصري بيفضل اللبن الطبيعي. طبعا طبعا، انما كقيمة غذائية لا، هو المفروض انها واحدة. ايوه ما فيش مشكلة في، انما هي الذوق المصري عموما بيميل لللبن الطبيعي. ايوه واحنا عندنا اكتفاء ذاتي بالفعل باللبن الطبيعي. ايوه دكتور، يعني ما عندناش مشكلة فيها دي. دكتور علاء الطحان بنشكرك جدا على المعلومات. انا معايا دلوقتي كمان من قناة هي هنستعين بيها الشيف صدفة تقول لنا قصة البيض البودرة ده وتحكي لنا عنه. يا صدفة اهلا بيكي، ازيك يا اميرة؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله. كل سنة وانتي طيبة، رمضان قرب، مستعدة؟ طبعا الحمد لله، طول ما احنا في قناة هي مستعدين قوي قوي قوي. هتعمل لنا ايه في رمضان؟ كل حاجة، بصي صواني بقى ومحاشي الطواجن كله بقى، بصي بقى. أنا عايزة أقول لكم إحنا بنيجي هنا، أنا لما باجي بدري ببقى لسه إيه برنامج الطبخ خلصان، كلنا بناكل، الكل بياكل. تسلم إيدك وتسلم إيد عزة كمان، بتعمل أكل حلو قوي النهاردة، دقت منها بطاطس بالفراخ جميلة. فظيعة. أنا كنت عاملة بطاطس عزيز. بالفراخ جميلة جدا حقيقي يعني. طيب أنا عايزة أسألك على موضوع البيض البودرة، دلوقتي انتشر جدا، الناس عمالة بتكتب طبعا معلومات مش حقيقية ومش صحيحة عن البيض البودرة، قال إنه أرخص من البيض العادي وإنه كمان في قيمة غذائية زيه زي البيض، فإحنا ممكن نستخدمه بديل للبيض. فطبعا ده كلام أنا أعتقد إنه مش مظبوط، وطبعا دكتور علاء كمان وضح لنا، لأن ده بيستخدم في الحلويات، في صناعة الحلويات، مظبوط؟ وانا حاطه الحلويات، الحلويات بتستخدم بيض عادي مش بيض بودره، وما ينفعش بيض بودره اصلا، لان البيضه عشان تتجفف تعملي بيضه واحده هيتباع اكيد بالوزن مش بالبيضه، هيبقى غالي جدا مش رخيص، هيبقى غالي اغلى من البيض العادي. زي اللبن البودره، اللبن البودره غالي جدا عن اللبن الطبيعي. امال البيض البودره ده بنجيبه نعمل بيه ايه؟ ما اعرفش، ما جربتهوش خالص وما اعرفش حاجه عنه. لكن في الحلويات انا كنت طول عمري شغاله في مصنع حلويات. بيض عادي صح؟ بيض عادي، هو يا بيض احمر يا بيض ابيض، في الحلويات البيض الابيض مش الاحمر كمان. ايوه ايوه ايوه، ما فيش حاجه في الحلويات البيض الاحمر. ايه ده، دي معلومه جديده على فكره. البيض الابيض مش الاحمر. البيض الابيض مش الاحمر؟ في الحلويات حلوه جدا. ما تفرقش معانا بقى، احنا بنحط اللي بنلاقيه قدامنا يا صدفه. انت ليه بقى، عشان ايه الفرق يعني؟ البيض الابيض بتبقى هو طبعا ده كله بيض مزارع. ايوه. بتبقى فيه البروتين اعلى من البيض الثاني، وبتبقى كمان البيضه كبيره عن البيض الاحمر. يعني البيض الابيض في يعني في قيمه غذائيه اعلى من البيض ال 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 صح، انا بقول صح؟ قولي لي كده تاني. الحلويات احلى، في الحلويات احلى كمان. اللي هو الانهي بيض، البيض الايه، الاحمر؟ الابيض. الابيض. البيض الابيض، وانت عندك معلومه ان البيض الابيض فيه قيمه غذائيه اعلى من البيض الاحمر؟ احنا انا دايما لما كنت بسال ليه بنستعمل البيض الابيض في اول حاجه، البيض الابيض الزفره بتاعته قليله غير البيض الاحمر، وكمان البيضه بتبقى الحجم بتاعها كبير، وكمان قيمتها اعلى من البيض الاحمر. في ايه بقى، انا بصراحه ما اعرفش. بس تصدقي بقى ان انا طول عمري بجيب بيض احمر وما اعرفش المعلومه اللي انت بتقوليها دي. الابيض في الحلويات احلى من الاحمر، اما في الاكل الابيض الاحمر احلى من الابيض. يعني بتاكلي بيض مسلوق، بيض مقلي، بيض احمر، لكن هتعملي كيكه، هتعملي تورته، هتعملي اي حاجه، بيض ابيض على طول. ايوه ايوه ايوه. حتى جربي اعملي تورتايه بالبيض الابيض وتورتايه. انا هجرب اعمل تورتايه؟ لا انا بقى انا بطبخ عادي. تورتايه دي انت بتتكلمي في حاجات اعلى من مستوايا بكتير، هبقى اكلها منك. بنشكرك يا صدفة. الهشاشه بتاعت الكيكه بالبيض الابيض اعلى من الهشاشه بتاعت الكيكه بالبيض الاحمر. لا بقى ما اجيلك وبياكليني تورته زي ما انت عايزه. احنا هنستناكي في رمضان يا صدفه. هنستناكي في رمضان واتفرج عليكي، وناس بتحبك قوي على فكره، وردود الافعال على السوشيال ميديا جميله. ربنا يخليك. والناس بتتكلم انه قد ايه دمك خفيف، وانك كده بتخشي القلب على طول، والناس حباكي.
ربنا يخليك تسلم، ربنا يبارك لك، كل سنة طيبة طبعا. انت طيبة، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، وتكسري الدنيا في رمضان بالبرنامج بتاعك، ودايما هنتفرج عليكي ونتابعك ونشكرك يا صدفة. طيب دي كانت ملفاتنا النهاردة، طبعا كان عندنا ملفات تانية ولكن دي الوقت مش هنقدر ناخدها. عندنا ملف هنفتحه، ملف لذيذ وجميل وفيه أغاني، وهنغني مع بعض ونهزر مع بعض مع المطرب إسماعيل الليسي، ولكن بعد الفاصل استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم في ملفات. زي ما قلت لكم قبل الفاصل النهاردة، وضيفي النهاردة هو المطرب الشعبي إسماعيل الليسي. إسماعيل الليسي اسمه مهم في الأغنية الشعبية في مصر، غنى مجموعة من أشهر الأغاني، وكان أهم صوت في الأغاني الحزينة، وكمان كان أهم صوت في مسلسلات محمد رمضان، معروف بالأغاني الحزينة زي ما قلت. ومن أشهر أغانيه أغنية زين الرجال من مسلسل نسر الصعيد، أكيد طبعا نعرف الأغنية، وكمان أغنية ما يشرفونيش. نورني النهاردة في الاستوديو، عامل إيه؟ نورك يا أستاذ أمير، الحمد لله زي الفل. إيه الأخبار؟ زي الفل الحمد لله. هبتدي معاك على طول، بقالك قد إيه بتغني؟ من وأنا عندي 6 سنين، يعني بقالي 26 سنة. طيب من وأنت عندك 6 سنين بتغني، بتغني في أفراح ولا بتغني في البيت؟ بتغني بتشتغل بتغني؟ ولا لا كنت عندي موهبه، اه وكنت بحب ان انا اغني وكده، كنت بروح بقى مراكز الشباب، دار الاوبرا المصريه، مركز شباب البالون، بمارس عشان يكون عندي صوت. اه بس عايز اعرف الصوت دوت بيوصل له طبقات منين، اغني منين، انقل من المقام ده للمقام ده ازاي كده. يعني ابتديت تذاكر من وانت عندك 6 سنين غنى؟ اه طبعا. ابتديت تحترف الغنى وانت عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين كنت محترف غنى؟ اه كنت بغني كويس، كنت بغني سولو يعني. الاول كنت بقف اغني في الكورال مع الفرق ورا عشان خاطر الاستمراريه وجراءه المسرح والحاجات دي يعني. ايوه. من وانت عندك 10 سنين كنت بتغني فين؟ في دار الاوبرا. وفين كمان؟ مع المايسترو سليم سحاب، وكنت في مركز شباب الجزيره، وكنت في مركز شباب امبابه وكده يعني. كنت بتغني ايه مع سليم سحاب؟ بغني معاه حاجات كتير. زي؟ كنت بغني معاه قالوا لي هاني الود عليك، 3 سلامات، كنت بغني حاجات كتير، ام كلثوم، هو صايله وغلاب، سيره الحب، غنيت حاجات كتير. من وانت عندك 10 سنين؟ اه. حلاوه الدنيا يا حلاوه، غنيت حاجات كتير قوي. يعني الناس لما بتشوف حد معروف وكده بتفتكر ان هو عمل اغنيه دلوقتي وتعرف دلوقتي. انا عملت نفسي ما تتخيلش يعني. ان انت بقالك من وانت عندك 10 سنين بتغني باحتراف، ومن وانت عندك 6 سنين بتتعلم غنى. لا ما الناس بتبص في الاخر الكادر طلع عامل ازاي، المطرب طلع عامل ازاي، او شكله عامل ازاي، فلسه طالع ما شافوش كواليس تعب ازاي. يعني انا اشتغلت في افراح ب5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، انا من امبابه. اه. فمنطقه شعبيه كان بيبقى موجود فرح، اغني هنا اغني هنا اغني هنا. تروح تغني ازاي يعني؟ هو في فرح دلوقتي موجود في امبابه؟ كان في عندنا احنا في الشارع اللي انا كنت ساكن فيه في فرق. اه. فالفرق دي كانت بتطلع تروح افراح في نادي اسمه نادي الميه، ونادي الجزيرة، ونادي مركز شباب امبابة، ومش عارف نادي الشرباجي والحاجات دي. فالفرقة دي كانت بتطلع كل يوم الساعة 5 المغرب تروح على الفرح، يوصلوا الساعة 6 يطلعوا العدة يغني. كنت انا اروح معاهم كده اقول لهم مش عايز حاجة تغني. اه اروح معاهم مرة 2 3. عمي اللي انا كنت بروح معاه ده بقى ياخدني بقى حتة اسمها القطامية زمان، اما كان حاصل زلزال ونقلوا الناس ودوها القطامية وكده، فالناس الشعبيين كانوا بيعملوا افراح في القطامية فوق. كنت اروح اغني هناك ب20 جنيه واكتب الواجب على المسرح. بتاخد وانت بتاخد 20 جنيه كان عندك كام سنه؟ كان عندي مثلا سكه 14 سنه 15 سنه. بتاخد 20 جنيه؟ اه حلو. رضا في الفرح بتعمل حاجات كتير. بتعمل ايه بقى ال20 جنيه؟ حاجات كتير. بتعمل بيها ايه؟ كنت بجيب كيس كشري اول حاجه وتشربي عصير وتركبي مواصلات، وممكن كمان تدي واحد 5 جنيه معاك في الفرقه. فعادي يعني بال20 جنيه. اه والله. كنت بتبقى مبسوط بيهم؟ كان 100 100. انا ببقى رضا ونعمه. ينفع كان اللي بيشتغل في الشركه. قعدت تغني في الافراح لحد ما بقى عندك كام سنه؟ لحد 18 19 سنه. لحد دلوقتي بغني في الافراح. انا عارفه. لا انا قصدي قبل بقى ما قبل ما تشهر يعني. اه قبل ما تغني وتنزل اغاني انا مثلا كان عندي 19 سنه و18 سنه كنت عامل شريط. ف
فمن قبل 18 سنه بقى كل ده كده كنت شغال بقى بال 20 وال 30 وكده. كانت صعبه المشوار؟ كان صعب في الفتره دي؟ هو كان صعب وبالنسبه لي كان حلم. انا عايز اوصل لهدف معين، ولا باصص لل 20 ولا باصص لل 30 ولا باصص لبنطلون بيتلبس طول الشهر ولا لابس بنطلونين، ولا كنت ببص لكل ده. انا هدفي تلبس بنطلون واحد طول الشهر. والله بنطلون واحد واثنين، ولو جبت تيشيرت ب 70 جنيه يبقى كده انا عديت الفلانكات. تطلع بيه كل الافراح وتعمل بيه كل حاجه بنفس البنطلون. امي كانت لازم كل يوم امي تخش كده بسم الله الرحمن الرحيم 20 جنيه. انت بتديها ال 20 جنيه؟ عشان اخواتي ياكلوا، احنا سته. وانت اللي كنت بتصرف على البيت؟ مش انا اللي كنت بصرف، انا ابويا كان راجل امين شرطه. وحصل بينه وبين موظفه مشكله في شغله، يعني كان شيء كان بيطلع يمدي زي ما انت فاهمه، وياخد بعضه وينزل يقعد على القهوه. فالموظفه دي راحت ايه فصلته. يعني عملت له غياب 30 يوم وهو مفكر نفسه بيمدي. طب ما هو يستاهل، ما هو بيروحش. ما كان بيطلع يقعد بقى شويه وينزل ومش عارف ايه وكده يعني. ماشي. فحصل معاه مشكله اترفد. فانت بقيت مسؤول عن مجلس الدوله وقدم ورق ومحامين، خد لك 6-7 سنين. المهم انت اللي مسؤول عن البيت. بقيت انا انزل بقى، يعني انا اصلا من امبابه وكنت ساكن في فيصل. فكنت من فيصل ديت كنت اخد بعضي واطلع على شارع الهرم ده، انزل على المحل كده من غير ما اعرف حد ولا مين صاحبته ولا مين صاحبه ولا اي حاجه. اللي هي بارات، بتسمى بارات نايت كلاب وكده. انزل سلام عليكم، انا بعرف اغني ومش عارف ايه وممكن اغني ومش عارف. طب ايه نجربك، خدي عندك في اليوم 3-4 تجربه من غير فلوس، واحد لما يكون في قلبه كده شويه ايه راح باصص لك بنظره كده ان هو ايه عادي، اما ياخد 20 اما ياخد 10 اما ياخد 15 كده. كنت كل يوم بقى ايه من كتر ما رجلي اتهرت في الشارع وانزل هنا وانزل هنا وانزل هنا. فقابلتني ست كده كانت صاحبه نايت، والله ما فاكر اسمها ايه، عندها نايت كلاب. بقت كل يوم تخليني اجي اروح اشتغل من الساعه 6 المغرب لحد الساعه 11، اشتغل نمره وتديني 20 جنيه، واشتغل بالليل من بعد 12 اللي هو الساعه 2 بالليل ولا 3، اطلع اي رقاصه تطلع ولا اي حد يطلع على المسرح بيرقص انا اطلع اغني معاه اغنيتين ثلاثه واخد 20، ادي 40 اروح احط في البيت 20 واخلي معايا 20. وكان علاقتك ايه بوالدتك؟ امي. انت بالنسبه لها انت اللي بتصرف انت كل حاجه؟ لا يعني هي امي واخواتي دول بالنسبه لي، بس انا كنت يعني عايش مع امي وابويا واخواتي وكل حاجه، بس كنت بحب امبابة، فعلى طول كنت قاعد عند جدتي، هي بقى اللي ربتني وهي اللي ودتني مركز شباب امبابة وهي اللي خدتني ودتني الاوبرا. وهي لما حست ان صوتك حلو. عندك كم اخ واخت؟ سته. وانت اكبر واحد؟ فانت اللي مسؤول عنه. اشتغلت ايه تاني غير مطرب؟ اي حاجه تانيه اشتغلتها؟ اشتغلت حاجة كتير. ايه تاني؟ ايه كمان؟ اشتغلت في محل كشري، واشتغلت في محل فينو، واشتغلت في محل دقيق. اشتغلت حاجة كتير. اشتغلت ايه في محل الكشري؟ كنت بغسل اطباق. فعلا؟ والله. كنت باخد 12 ونص. في الايه؟ في اليوم. في اليوم. 12 جنيه ونص؟ وكيس كشري وانا مروح. وكيس كشري وانت مروح. شكلك كنت بتحب الكشري قوي. في علاقه بينك وبين الكشري جامده. فكنت بتاخد 12 جنيه ونص في اليوم وتغسل كل الاطباق بتاعت المحل. والله امي كانت بتاخد 8 منهم، من ال 12 ونص، وربع جنيه رايح وربع جنيه جاي وربع جنيه عصير كده وبتمشي. طب وفي محل الدقيق كنت بتشتغل ايه ولا في مصنع؟ كنت بشتغل إيه؟ كل يوم مثلا نزل لي 100 شيكاره دقيق ب 75 جنيه تشيل. شيال يعني شيكاره 50 كيلو. وكان في شيكاره 100 بتشيلهم. بس مش بتشيليهم بس. ده انت تشيليهم وتشرب شويه ميه وتحمد ربنا ان صاحب الشغل ما يشوفكيش وانت قاعد على المستوى ولا حاجه. تخش جوه بقى الترول يخرج من الفينو، ترصيه في الصاجات، تحطيه في كيس، حد يجي يشيله ويطلع بره. وايه كمان؟ بس. لا قلت لي في حاجه. اشتغلت حاجات كتير والله. كتير. مع الغنى. مع الغنى. والله. يعني انا كنت بشتغل على توك توك عشان اعمل اغنيه. دي مال التوك توك بالاغنيه؟ عادي يعني كنت بشتغل اجيب كل يوم 35 جنيه في شهر. يعملوا معايا 900 جنيه عشان اخش عند ادي بتاع الاورج ده 200، وادي ده اللي بيكتب الاغنيه 300 عشان تعمل اغنيه. ما هو انت مين عشان اعمل لك اغنيه؟ عملت ايه قبل كده؟ طب ما في دلوقتي منتجين كتير قوي بينتجوا اللي كانوا دلوقتي بقوا مشاهير، بس اول ما طلعوا ما كانش حد يعرفهم ولقوا منتجين ينتجوا لهم. ما في منتجين كتير. بس هو عايز يشغلك ويصورك في كل حته ويشغلك لايف وتغني لايف وتروح البيت 7 و8 الصبح، وهو ياخد منك 40% ورينجتون وكلتون ويوتيوب وفيسبوك، ولو دخلت الحمام هتاخد تدفع فلوس برضه للشركه.
العايد عليا. انت ما رضيتش تشتغل مع طول عمري بنتج لنفسي. فانت حبيت تنتج لنفسك عشان محمد رمضان ده انا عامل معاه مسلسل ابن حلال عامل له انت أجانب. انا عارفه ان انت اشتغلت مع النجم محمد رمضان، انت عملت له قبل محمد رمضان تترم ابن حلال، عملت فيلم اسمه القشاش مع حريه فرغلي وفراق. ايوه. وبعد كده عملت ده كان اول حاجه تعملها. ده كان اول حاجه، أول حاجة بالنسبه لي سينما. كان فيلم القشاش ده والاغنيه نجحت وجابت 70 80 مليون. ما كنتش اعرف يعني ايه 8 مليون و2 مليون ولا اي حاجه، انا كنت ماشي كده مع ربنا. الاغنيه تنزل الشركه هي اللي بتشتغل لنفسها. فهم اللي بيسوقوا الاغاني، كانت شركه دولار. والاغاني بتنزل. اول اغنيه عملتها في دولار دي ما خدتش جنيه واحد ربنا، ما ادوكش فلوس. كانت ستي بتاخد معاش 2800 جنيه، راحت عملت حاجه كده زي اللي هما بيعملوها دلوقتي كارديو وكده، وراحت جايبه لي 15000 جنيه عشان اعمل الاغنيه دي. الزمن اتغير، يعني الزمن اتغير. وبعد ما عملت القشاش عملتي مع محمد رمضان، هو بقى سمعوك في القشاش فحبوا يجيبوك في، لا امال ايه اللي حصل؟ ايه الصدفه جت ازاي؟ انت قاعد في مكان ومحمد رمضان جه عيد ميلاد، فسلم عليا سمعه وعامل ايه وحبيبي واغنيه جديده جميله، وراح بايسني وكده اهو. فكان بعمل مسلسل جديد حلو جدا وان شاء الله باذن الله تغني معانا اغنيه اللي هو كان ابن حلال. فروحت في مره اتصل بيا، لا يا ربي، في نفس اليوم خدني معاه وهو ماشي المكتب عند نادي الصيد. رحت قعدت معاه، كان ابراهيم فخر المخرج ده قاعد، قال لي انا بقى قاعد عمال اسمع بس ما بنطقش. فعمال اسمع 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 اجمع في احداث. رحت خارج بره كده مكلم اللي ايه اللي بيكتب لي الاغاني، هو اسمه صلاح موندي. عم صلاح عايزين نعمل اغنيه تكون تتر. هتغني تتر؟ ما هنا مين بيغني تترات؟ مدحت صالح. مدحت صالح طبعا معروف التترات جدا. احمد سعد برضو كان بيغني تترات. نانسي عجرم بقى، ادم، كل الناس دي. كانش في مطرب شعبي بيغني تتر. فعايزين نعمل تتر كويس. قال لي يا ابني تتر؟ عايز اقول لي انت ما اتجننت يعني؟ فقلت له انا عايزين نعمل عايزين نعمل ربعيتين ثلاثه وكده. قال لي طب الفلوس؟ قلت له يعني الاغنيه وكده وانت اللي هتحاسب ولا هم ولا ولا ولا؟ قلت له انا اللي هحاسب. عملت رباعيات والاغنيه، وزي ما بيقولوا السهم بيسيب من اول مره. رحت سمعتهم كانوا مقتنعين جدا. المخرج ما كانش مقتنع بالاغنيه بتاعت سالت كل المجروحين دي اللي هي بتاعت ابن حلال، جايبه 185 مليون. ما كانش مقتنع بيها خالص. محمد رمضان هو اللي اصر ان الاغنيه تشتغل. واما الاغنيه عملناها محمد رمضان كان هيقصوها يخلوها دقيقه ونص، قال لهم لا تخليها زي ما هي 3 دقايق. جدع. والاغنيه 28 رمضان لو انا كنت ناجح بالقشاش 5% ابن حلال اللي نجحك في 100%. ابن حلال نقلني نقله ثانيه خالص. انا يوم 28 رمضان لقيت مصر كلها بتشغل اغنيه، واغنيه حزينه. مش اغنيه بترقص ولا. فاغنيه حزينه جدا، فجت مع الناس ربنا كرمني بيها، اشتغلت في كل حته. طب ادام جبنا سيرتها ما تيجي نغنيها؟ نغنيها. يلا. يلا. صوتك حلو قوي. انا عايز اسالك سؤال، انت بتحس بايه؟ يعني في دلوقتي مطربين شعبيين كتير او مطربين المهرجانات يعني بيطلعوا يغنوا دلوقتي معروف بالفلاشه كتير. بيطلع يغني بفلاشه، ما خلاص ما بقوش يحبوا اللايف. بتحس بايه لما بتشوف ده؟ تحس مثلا ان انت اتظلمت الفتره اللي فاتت؟ انت واحد صوت وصوت قوي وبتعرف تأدي وبتعرف يعني وعندك طبقات في صوتك. فلما بتشوف انه مثلا مطربين المهرجانات او كده بيطلعوا يغنوا بفلاشايه وبينجحوا وبيكسروا الدنيا، بقعد اضحك. بتضحك على ايه؟ عليهم. بتضحك عليهم؟ بتضحك عليهم ليه؟ كده فتره وهتعدي، زمن وهيعدي. زيهم كان قبليهم اوكا وارتيجا، وكان قبليهم ناس كتير. الناس النهارده بقت زهقانه في الشارع، مش هتقعد تسمع دراما ومطرب بيغني قصه وي وي وي. تعال نعمل حاجه ثانيه. المطربين تنزل اغاني، محدش بينزل. النجوم اللي بيتقال عليهم نجوم النهارده بيجروا يغنوا مع بتوع المهرجانات، واسامي وتاريخ وليهم بصمات في الشارع بيسمعها جدي وجدك وستي وستك ومصر كلها، وبيروحوا يغنوا مع بتوع المهرجانات. زي مين؟ كتير ومش هسمي حد. هم عارفين. فانت شايف ان مطربين المهرجانات دي موضه وهتروح؟ فيهم ناس بتغني حلو. يعني انا بحب مسلم، بحب حودة بندق. الناس دي معاها فرقه وبتغني. في احمد موزه ده بيغني برضو كويس. في ناس بقى تانية يعني شغلتها دي انت تاخدي دي. مفيش غنى، مفيش صوت، بس بيجيبوا ملايين. بس بيجيبوا ملايين. بيجيبوها منين؟ ليه بيجيبوا ملايين ليه وهم ما عندهمش صوت؟ الشارع والاطفال والناس. هنزل عندنا امبابه كده،
24 ساعه مهرجانات هنا وفي التكاتك مهرجانات والميكروباصات واللي بيبيع لحمه واللي بيبيع قوطه واللي هتلاقي بقى واحد في دول مشغله ام كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب طارق الشيخ عبد الباسط حموده. طب انت ما فكرتش قلت طب ما نعمل مهرجان؟ ما انا عملت مهرجان غنى في غنى نجح؟ ما نجحش ومش هينجح. ليه بقى؟ عشان خاطر السوشيال ميديا. انا كل الاغاني اللي كنت بنزلها بتنزل على ام بي سي، كانت بتنزل على عمل دراما، كانت بتنزل في العمل يعني في العمل الدرامي، فالصفحات بتاعت كانت بتتسوق لها بتاعت حاجه فبينزلوها على الصفحه بتاعتهم. طب ما انت تسوق لشغلك. ما انا بقيت انزل على شغلي، عملت صفحه. ايوه قصدي اصرف على شغلك. يعني انا بصرف على شغلي، انا بعمل اغاني، الاغاني بتنزل المسلسلات فهصرف عليها ليه؟ ما هم شغالين عليها وجايبين ناس انا ما اعرفش اجيبهم. شغالين. ليه بطلت تغني دراما؟ بغني والله. انا عامل 31 اغنيه خلصانين، معايا 3 شرايط ونص. انت عاملهم؟ انت عامل الاغاني دي؟ ما بتنزلهمش ليه؟ فهم بقى المفروض القائمين على العمل الدرامي بيسمعوا الاغاني دي ويشوفوا اكتر حاجه مناسبه تليق على العمل الدرامي. طب انا بقى لي شهر يعني ما فيش مسلسل اسمه اتعمل على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستجرام الا لما كلمت المنتج الفني بتاعه. كتير قوي حافظهم يعني. عايزهم يسمعوا الاغاني بتاعتك. ببعت لك انا هو عرض وطلب. انا بعت لك اغنيه باحداث المسلسل بتاعك اللي انت ما كلمتش نفسك وقلت لي عليه. انت بتسال احداث المسلسل. انا بعرف إيه؟ المسلسل عامل ازاي. ممكن اجيب عيل من يكون موجود مثلا في المجاميع زي ما حضرتك فاهمه. واساله مثلا المسلسل ده شغال بقاله 10 ايام 15 يوم، اساله المسلسل شغال على ايه؟ ولو المنتج الفني اللي موجود في المسلسل موجود اقول له القصه، يعني قول لي الملخص في 5-6 كلمات المسلسل بيتكلم عليه. فالمسلسل بيتكلم عن جعفر العمده واخواته وبيدب فيهم وبيضرب فيهم وكاني وماني ويوري. بروح رايح اعمل مين جعفر العمده اللي هو ده؟ انهي مسلسل؟ مسلسل محمد رمضان. ده مسلسل محمد رمضان السنه دي. بعمل انت عايز تعمل له التتر؟ طب ما انا عملت، مش عايز اعمل له التتر. انت عملت غنيت الاغنيه، هو بقى يسمعها يشوف هتبقى مناسبه للمسلسل بتاعه. ولو وحشه انا اسف يقول لي مثلا مش حلوه اسمعي ان انا خدت احسن. عارفه مش حلوه دي بالنسبه لي انا؟ هلف وارجع لو مروح البيت واروح رايح على الاستوديو عامل احسن منها حتى لو عجبته كشخص كمحمد رمضان. وهم خلاص جابوا احمد سعد يغني التتر، جابوا اي حد يغني التتر. جابوا مين يغني التتر؟ جابوا احمد سعد. احمد سعد هيغني تتر محمد رمضان السنه دي. في بقى بيبقى احداث جوه، بيبقى في رباعيات اللي هي مع الاحداث التمثيل، بيبقى في فرح، بيبقى في ده. فالمفروض انا اكون من، مش هقول من اوائل الناس اللي انا اكون موجود معايا، يعني انا كنت. ليه انت تبقى من اوائل الناس تكون موجود معايا؟ عشان ايه؟ مش ليه، مش بقول لك يعني انا عامل معاه بقول لك 5 مسلسلات ولا 6 مسلسلات. مفيش مسلسل خدت فيه ربع جنيه. يعني ايه؟ ما خدتش فلوس، ما خدتش اجر. ولا وانا ناجح ولا وانا ما حدش يعني عارف. لا مش فاهمه معلش، انت اشتغلت مع محمد رمضان 6 مسلسلات. عملت معاه مسلسل ابن حلال. انا اللي عامل الاغاني. ماشي، اول واحد اقول كنت لسه مش معروف وبتاع فتمام ما خدتش فلوس. ما كنت عامل القشاش، كان مكسر مصر، ما كانش في حد بيعمل الافلام اللي هي الشعب دي لاحمد السبكي. الفيلم بتاعنا كان رابع يوم العيد، القشاش ده كان جايب 13 مليون بسبب الاغاني. اشتغلت معاه 5 اعمال تانية غير اول عمل اللي هو ابن حلال. عملت ابن حلال، بعد ابن حلال هو قعد سنتين ما رضيتش اروح اغني في اي حته، وكلمت اخوه محمود قال لي خليك معانا مسلسل الاسطوره الجاي. استنيت مسلسل الاسطوره، جابوا رضا البحراوي غنى الاغنيه، المنتج عشان محمد سامي عشان كان عامل معاه الفيلم بتاع حديد ده بتاع فرضا البحراوي كان مغني معاه اغنيه، فقال لي جيب رضا البحراوي، وجابوا اغنيه يا ابن دمي دي من محمد عبد المنعم الملحن وغنيناها. غناها حكيم، غناها احمد شيبه، غناها رضا البحراوي، غناها اسماعيل الليثي. فانا لما غنيتها محمد رمضان خدها بصوتك وراح اديها لهم في التصوير. ايوه انت ازاي ما تاخدش اجر بقى؟ ما انا مش خدش حاجه. ليه؟ ما بتكلمش في حاجه، انا عايز اكون متواجد وموجود وناجح. مش عايز لما تبقى متواجد وتاخد اجر. هم يجوا يقولوا لي هتاخد كام الاغنيه دي بكام، محدش بيقول لي حاجه. ياخدوها كده وحقوق الاغنيه دي تبقى مع مين؟ انا عايز اعرف. انت عملت عمل فيلم دلوقتي؟ بعمل لهم تنازلات وبروح اوديها لهم لحد هناك. يعني انت بتعمل مع حد شغال معايا مع اي حد، وانا اللي ببقى شارك كلام، وانا اللحن وانا التوزيع والاستوديو واكل للفريق العمل وبتاع البوفيه 500 وده 400 وده 300. يعني انت بتعمل تنازل عن الاغنيه اللي انت دفعت فيها أداء فلوس؟ اداء صوتي، تنازل مؤلف، تنازل ملحن ببلاش؟ من غير ولا جنيه؟
ليه؟ اهو محدش كلمني في حاجه، فبكون انا مبسوط ان انا عملت معاه ابن حلال وربنا كرمني. كنت باخد يعني انت عايز تفهمني ان احمد سعد دلوقتي غنى تتر الاغنيه؟ احمد سعد مش هيغني من غير ما ياخد فلوس يعني، اكيد مش هيغني للدوله الوطن يعني. معاه واحد مدير اعماله اسمه حمدي بدر، مدير اعمال محمد حمائي، مدير اعمال بوسي، في شغل. احمد سعد النهارده كان في حته وبقى في حته تانية. هو خلاص وركز صراحه احمد سعد، ركز جامد جدا بشغله واختلف تماما في كل حاجه. مين بقى اللي بيسوقه؟ الشركات اللي بتعمل له اغاني زي مزيكا، زي ده زي ده. يعني انت النهارده عشان اروح اصور سيشن محترم 40 و50 الف صور دلوقتي بالموبايل بقى يطلع احسن. والله لا ما هو لازم اعمل سيشن دلوقتي يطلع احسن من السيشن، عشان بعمل حاجه اغاني اسمها ليركس، فبياخدوا الصور دي عقبال ما يقعد يلعب فيها ويعمل الكواليتي بيقل. لا بس موضوع ان انت ما تاخدش اجر على الاغاني اللي انت بتديها للاعمال الدراميه ده موضوع. غنيت نسر السعيد بعد ابن حلال بعد الاسطوره ما خدتش ولا جنيه. الفرقه اللي واقفه قدامك دي كانت بتقبض مني. يعني يوم مسلسل الاسطوره الفرقه دي قبضه اوردرين. يعني لو الموسيقي بياخد في الفرح 2 جنيه فخد في التصوير ده، عشان قعدنا من الساعه 9 بالليل. طب انا عايز اسالك سؤال. الساعه 6 الصبح انت قلت له لا مش هعمل لك تنازل عن الاغنيه غير لما تديني الاجر بتاعي، هيقول لك ايه؟ مش هيشغلني تاني. هيديك الاجر ومش هيشغلك تاني. طب ما هو مش هيشغلك تاني بعد الكلام اللي انت طلعت قلته ده. عادي بقول وقايع حقايق، وانا مش لو خدت فلوس بروح ماضي على شيك بنزل اصرفه بالبنك، لا اما بيمضوني استلمت انا فلان الفلاني كذا 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 من شركه كذا. حصلش ومش عايز فلوس، ومش بتطلع مع حضرتك عشان اقول لك انا ما خدتش فلوس ولا خدت فلوس. طالما مع حضرتك ان انا اقول لك ان انا موجود وبغني وراضي عن نفسي بس، يشوفوني ما يشوفونيش هيشوفوني. اعمل حاجات ممكن بعد شهرين ثلاثه تلاقيني قاعد معاكي هنا تاني بنجمه زياده. يا رب. بس انا اتمنى لك ده. ربنا يخليك. انت شخص تعبت في حياتك واشتغلت حاجات كتير والحياه ما كانتش لذيذه يعني. عملت انا مع محمد رمضان ده زلزال، نسر السعيد، الاسطوره، ابن حلال، ومسلسل بتاع موسى. وخدتش ولا جنيه ولا واحد؟ لا والله ما كنتش عايز اخد حاجه. يعني مسلسل موسى ده عملت محمد رمضان 6 رباعيات وثلاث اغاني من غير ولا جنيه؟ لا اديتهم له وما خدش منهم ولا اغنيه. ماشي ما خدش اغاني مش مشكله، لكن ما تعملش اعمال وتصرف عليها فلوس وما تاخدش فلوس قصادها. ما والله ده شغل ومش في دماغي. بصي انا موضوعي كله ان انا اكون متواجد طالما عندي موهبه، شاطر، قادر ان انا اكمل، قادر ان انا اغني. طول ما هنا دي سليمه اي حاجه تانية بعد كده تبقى سليمه. طب شغال بقى على كده؟ شغال افراح كويس؟ شغال بشتغل، بس اللي بيشغلوني اللي فاهميني ومقدريني. يعني اللي بيقدروني هم اللي بيجيبوني. اللي بيشوف اسماعيل الليسي ده قدامه في فرح مكسر الفرح وبيغني والدنيا مية مية فبيجيبني تاني. انت اكتر شغلك طبعا بافراح شعبيه صح؟ انا بحب الافراح جدا. بحب اكون موجود كل يوم في افراح ما زهقش. انا اتمنى بنشتغل في فنادق وبنشتغل في دارات جيش وكل حاجه. ما اكيد طبعا اكيد، ما هو ما ده مصدر دخل برضه. مصدر دخل مهم جدا. بنشتغل في كل ده. بس طب انا سؤال بقى، انا عايز اسال على كده، كل بقى الدراما شغاله كده شكلها اللي هي يعني التترات بقى بياخدوا ال بصي مثلا احمد سعد لغير بقى لو حد هيغني يكون مشهور. انت لسه بتقولي احمد سعد مثلا داس على نفسه الفتره اللي فاتت؟ احمد سعد اشتغل على نفسه، كان في عوامل كتير معاه. اشتغل على نفسه. فمن هنا لازم تلاقيه تاني سنه في كذا اعلان، ولازم تلاقيه تاني سنه. احنا كده اميره كسرت الدنيا النهارده هنا في البرنامج ده، وبكره بقت في برنامج زي ده، وبعده بقت في برنامج زي ده، بس الديكورات احسن، بيوفروا لها كل حاجه، بتحب تجيب اي نجمه هتجيبه. مع اميره خلاص مكسره الدنيا بقى، والسوشيال ميديا وفي فلوس داخله وفي اعلانات وفي وممكن اميره تبقى دلوقتي اقوى ما تكون هي نجمه. بس محدش مفيش سبوت زي اللي ضارب في وشي ده كده، مش حد بيلف وشه عليكي يبص. طب ما بتتكلم كويس، طب ما بتأدي كويس، طب ما بتعرف تستفز اللي قدامها. ما المذيعه شغلتها كده؟ لا مش شغلتها تستفز اللي قدامها. لازم تستفز اللي قدامها، ولازم تطلع منه كل حاجه، ولازم تطلع منه الحته الانسانيه والجانب الدرامي وكل حاجه. انا مبسوط والله، من غير البرنامج انا مبسوط.
انا عشان ما عرفت ان انا جاي هنا فبخش ببص لحضرتك في البرنامج عامله ايه، حلقات الكبيره عامله ازاي، بتناقش ازاي، بتتكلمي ازاي كده. انت نورتني النهارده. نورك والله. وانا اتوقع ان انت ان شاء الله هيبقى مستقبلك زي ما انت عايز وزي ما انت بتحلم باذن الله، وزي ما انت سعيت واجتهدت، وبيقولوا لكل مجتهد النصيب ان شاء الله. وانت اجتهدت واشتغلت على نفسك وصرفت على شغلك ولسه بتصرف عليه، واللي جاي يكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا متاكده ان اللي جاي هيبقى احسن واسمك هيبقى في المكان اللي انت بتتمناه ان شاء الله باذن الله. انا هسيبك انت تختم، انا اشوفكم ان شاء الله بكره على خير في نفس الميعاد في ملفات. هسيبك انت تختم، وتختم باغنيه بتحبها من غير مزيكا، صوتك بس. حاضر. اتفضل. يلا يصحبني بس الكيبورد. يلا الكيبورد. الكيبورد معايا. لا نورتني النهارده. نورك والله. نشرفني. لينا لقاءات تانية مع بعض ان شاء الله. يا كسر ضهري اللي كانت صلبه طولي، سابتني وحدي في دنيتي واقف بطولي. لو كان بايدي اديك عمر، انا عمري ما بخان، ما كنت يا ما دعيتي وقلتي خلي جوني. انا امي ماتت وبداية فانتهى، راحت اللي كانت حاسه بيا وحسها، عاشت عشاني وبعد منها ايه فاضلي، واديني ماشي وسبت قلبي عندها. خلاص يا امي انا مش هشوفك ولا حتى اسمع صوتك تاني بعدك يا امي. حب الاغنيه دي. انا امي ماتت وبداية دفنتها، راحت اللي كانت حاسه بيا وحسها، عاشت عشاني وبعد منها ايه فاضلي، واديني ماشي وسبت قلبي عندها. خلاص يا امي لا بقيت اشوفي ولا عدت اسمع حتى تاني بعدك يا امي، لا بيحدى زاد والهم زاد مرر لساني. انا امي ماتت. نورك يا ست الكل.